السلام عليكم جميعا، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وتشوفوا هذا الفيديو. اليوم الفيديو حبيت ارسم شخصية خيالية يعني من مخي. كنت قاعدة بفكر يعني، وخطر في بالي هيك بنت قاعدة تلتقط النجوم يعني. مش عارفة شو المغزى من الرسمة او لا شي، بس يعني عجبتني هيك الفكرة انه اشوف يعني ايش بسموها الاضاءة وزي هيك والعب فيها. فاخترت الوضعية، والصراحة غلبتني شوي. في الأخير نزلت تطبيق اسمه ماجيك باوزر، اللي هو هذا اللي انتو قاعدين بتشوفوه حاليا، وحاولت هيك أخلي البنت جالسة بنفس الوضعية عشان بس يعني تكون زي ريفرنس لإلي عشان تساعدني يعني في الرسم. وش اسمه، بدأت أجمع هيك شوية يعني شغلات هيك مساعدة، صور مساعدة عشان أرسمها. السكتش اخذ مني وقت طويل، اللي هو السكتش الابتدائي عشان يزبط ويصير يعني شكله حلو اخذ مني وقت طويل. والملابس غيرتها اكثر من مره يعني، الصراحه ما التزمت بالصوره اللي انت شفتوها قبل شوي، ما التزمت فيها. بالاخير غيرتها على اشي تاني في بالي، كان جاي على بالي البسها زي الكمام تكون شفافه، يعني كمام البلوزه تكون شفافه. هيك حبيت التاثير انه اشوف كيف حيكون شكل الاشي الشفاف، يعني اشوف كيف يعني هيك بس كتدريب يعني. ف حاليا كنت قاعد لسه قاعد بشتغل على السكتش. عن جد السكتش غلبني جدا، وخصوصا اكثر اشي غلبني هو الوجه، لانه جايب زاوية غريبة يعني، ولا ريفرنس موجود بيوضح الشكل اللي انا جايباه منه، زي هيك من فوق وزاوية مايلة بنفس الوقت. فالصراحة شكلها كان معاق أغلب الوقت، غير بالأخير يعني بدأت تزبط معي شوي. فيعني عن جد والله العظيم تعبتني. وبرضو حبيت أخلي هيك شعرها زي طاير وهيك في الأجواء، أساس إنها هيك فتاة خيالية نزلت من السماء قاعدة بتلم يعني بتلم النجوم اللي وقعوا منها، يعني زي هيك مش عارفة. هي الصراحة ما إلها فكرة يعني الرسمة هاي، ولكن بس إشي هيك حبيت يعني أرسمه. وبرضو نفس الوقت حبيت أهتم في التفاصيل. والحين لسه هاي الثالث مرة ولا رابع مرة أعدل فيها الوجه زي ما كنتوا شايفين قبل شوي. في الأخير كنا شو اسمه، حبيت برضو أستعمل نفس الطريقة اللي هي في الفيديو اللي فات التحدي تاع نابيرو. ألون أول شيء، ألون كل الألوان وأحطهم في العيار، بعدين ألون الشخصية. بس مش عارفة ليش حسيت هاي المرة أنه الألوان كانت هيك رمادية أكتر من أنها تكون هيك مشرقة وبراقة. يعني تدرجات الألوان الغامقة بعد ما أعمل اللاير إضافة، مش عارفة راح يفهموا اللي شافوا الفيديو اللي قبل، بس في مشكلة بتصير لما أعمل اللاير تكون لون أبيض وأسود بعدين أحطه على لاير كله ألوان، كتير بتغير هذا الألوان، بتصير شوي رمادية هيك بتقلب شوي على أسود. فصراحة يمكن هاي آخر مرة أستعمل فيها هذا التكنيك يعني، وراح أرجع شوي للتكنيك القديم اللي هو ألون كل لاير لحاله وأختار أنا بنفسي التدرجات اللي بتيجي في اللايرات، يعني فاهمين علي. يا حيكون آخر مرة أستعمل فيه هذا التكنيك. لسه حتشوفوا التكنيك كمان شوي أنتوا لقدام، بس راح تفهموا علي شوي لقدام بس. فأيوة راح أجرب طرق تانية وراح أحكي لكم شو اللي بزبط معاي، بس أتوقع أنه هاي الطريقة اللي أنا حكيت لكم عنها أنها آخر مرة راح أستعملها عن جد، لأنه مش عارفة يعني هاي الرسم الصراحة كانت حلوة في البداية لما كنت قاعدة برسم السكتش وقاعدة برسم الشغلات هاي والتفاصيل، والصراحة كنت متوقعة انها حتكون كتير حلوة. بعدين في الأخير لما اجى مرحلة التلوين الصراحة ما كنت راضية عنها. مش عارفة انتوا راح تشوفوا لقدام، انا الصراحة انا مش شايفاها يعني هيك بالجمال اللي هي يعني تستحق انه تكون فيه. يعني هي اخذت مني 7 ساعات تقريبا، فانه كنت متوقعة منها تكون انه افضل من هيك، او يكون التلوين والالوان تكون النهائيه كتير مبهجه وكتير حلوه، بس مش عارفه انتوا راح تشوفوا في الاخير كيف النتيجه النهائيه وراح تحكموا بانفسكم يعني. فاش اسمه، وبعتذر يا جماعه على الاصوات اللي برا، بس في ناس قاعد بيشتغلوا برا في الشارع زي هيك.
المهم بدي احكيكم شوي عن البرنامج اللي نزلته اللي هو ماجيك باوزر اللي شفتوه في بداية الفيديو. شفت واحد قاعد بيحكي عن البرامج هاي بشكل عام، يعني انه البرامج اللي بيستعملوها عشان ياخذوا منها ريفرنس عشان الشخصيات وزي هيك، وكثير من التعليقات كانت عنده بتحكي انه انت قاعد بتغش وانت غشاش وما بعرف شو. وصراحه الموضوع اثار اهتمامي، يعني انه ليش معتقدين انه لما الواحد ياخذ ريفرنس او ياخذ شيء مرجعي يستعمله كصوره تفهمه الوضعيات بيكون بغش او هذا. فهو برضه نفس الاشي شرح في الفيديو تبعه انه هاي الموضوع ما يعتبر غش، ما يعتبر يعني. المهم هحاول الاقي لكم الفيديو، راح احطه تحت في صندوق الوصف اذا لقيته. فكان يحكي عن هذا الموضوع، وصراحة يعني انا ما كنت اتوقع انه في حدا عن جد بيحكي انه لما الواحد يستعمل ريفرنس بيكون بغش في، يعني مش عارفه كيف الناس بتفكر، يعني عن جد بيطلعوا لك اي اشي هيك بيحكوا لك انت مش رسام وانت انت بتعرفش ترسم. طيب يا عمي تعال جرب شوف، استعمل ريفرنس رح تعرف تعمل النص اللي بيعمله. مش عارفه يعني الناس غريبه يا اخي، يعني بدهم يطلعوا اي اشي هيك عشان يخلوك انت بتعرفش ترسم او انه اللي بتعمله غلط او مش عارفه. يعني مش عارف، في ناس عندها اشياء بتستغرب الصراحه، بتستغرب لما تسمعها. بس يعني مش عارف، ممكن الواحد يعني هيك يشوف من وين هم جايين هذول الناس، او يعني يفهم طريقة تفكيرهم. لو انه يمكن ما جربوا كتير يرسموا قبل هيك او بيحبوا، يعني انا مثلا في بداية المشوار تاع الرسم كنت برضو كان في عندي هاي الفكرة انه الواحد اذا استعمل صور خارجية واستعمل صور مرجعية بيكون قاعد بيسرق، او يعني مش فاهمين علي. فاتوقع اني فاهمهم شوي، يعني فاهمه من وين هم جايين، اي فكره جايين. بس لما صرت استعمل ريفرنس اكثر وصرت اشوف الشغل تبعي كيف بيتغير، وبرضه انه كيف الواحد حتى لو استعمل ريفرنس لو جمعهم بطريقه صح وجمعهم بطريقه مناسبه، الصوره النهائيه اللي راح تطلع معها بتختلف تماما عن الصور اللي هو استعملها. بتضل الريفرنس هي مجرد وسائل مساعده عشان الواحد يطلع النتيجه النهائيه تبعته بطريقه احترافيه وطريقه رائعه. يعني فجماعه غيروا فكرتكم عن موضوع الريفرنس هذا، يعني عن جد والله العظيم الواحد ما بينتقص من نفسه شيء لما يستعمل مثلا صور مرجعيه، او ببطل يعني مش انه خلاص ببطل رسام يعني عن جد. المهم هي انتوا شايفين الحين في الاخير موضوع الاضاءه اللي هو انا مش راضي عنه، وغيرت اللون الالوان كثير بالاخير. فانتوا احكوا لي اي لون عجبكم اكثر، اللي قبل اللي كان موجود في البدايه ولا الحين اللي هو. وخلاص هيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو، انا بتكونوا انبسطتوا واستمتعتوا، وان شاء الله بشوفكم في فيديوهات جديدة.